مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحه جيده. اليوم رجعت لكم فيديو جديد وبدباره جديده، دباره ياسر بنينه. اليوم باش نعملوا باذنجان محشي كالعاده. ما تنسيوش باش تحطوا لي جيم على الفيديو، واللي مش مشترك في القناه نتاعي يشترك في القناه ابونيفو باش يوصلوا جديدي. كل ما نطولش عليكم نبداو في طريقه التحضير. بالنسبة للمكونات الحشو متاعنا، باش نستحقو الاسكالوب مفروم كما تشوفو، باش نستحقو الجبن، جبن وموتزاريلا عربي، هذو ما خديتهم من المارشي، باش نستحقو شوية معدنوس قسيتو، شوية فلفل أخضر مقصوص، شوية نعناع. إذا كان عندكم نعناع شايح يكون أحسن، سينو تعملو نعناع أخضر. وباش ناخذو شوية فيح، تابلو كروية، كركم، ثوم، ملح، وشويه زعتر وكلي مرحيين. باش نبدا توا نزيد الفيح نتاعي والمكونات للسكالوب. زدت الفلفل، باش نزيد المعدنوس، النعناع، الفيح، والجبن. مانيش باش نحط الكل، حسيت برشا نورمالمون سافا. هذوما الكل باش نخلطوهم مع بعضهم. الحشو نتاعي حاضر بعد ما لميتو بيدي. توا باش نتعداو للباذنجان. باش ناخذو كعبة الباذنجان كيما هكا بالقلقال، ونحاولو نطروها من داخل هكا، نعدي عليها القلقال بشوية بشوية. حتى لين تولي الكعبة كيما تشوفوا طرية على الاخر من داخل، كاينها فارغة ما في وسطها حتى شيء. توسعوا بيكم عليها بالقلقال بشوية بشوية، تولي كيما هكا. ونتعدي وتوالي الصوص. بالنسبة للصوص باش نستحقوا شوية بصل، طماطم حكوك، وفيح اللي هو فلفل، تابلو كروية، كركم، ملح، وشوية ثوم، وبطبيعة الزيت. باش نحط الصوص نتاعي طيب لوطون اللي نحشي الباذنجان والحشو اللي باش يبقى لي، باش نعمل به كعابر ونحطو في الصوص يفوحها، وباش نحط زاده فيها البطاطا. هذا من بعد توا جوست باش نقليها ونحطها تغلي. حطيتها تتقلى شويه، مش برشا، وباش نمرقها بالماء. نخليها تغلي على روحها ونرجع توا للباذنجان. ناخذ توا الباذنجان نحلها هكا بالطريقه هذه، كيما تشوفوا كاينها فارغه وما نحيت منها حتى شيء، كي عملتها بالقلقال ولات هكا.
باش نعبيها بالحشو. العبر متاعي كما تشوفوا ونخليهم يطيبوا. باش نمشي نحضر كعب البطاطا توا ونحطها زيادة في الصوص. وهذه البطاطا متاعي، وبعد ما طابت الصوص وحطيت البتنجان يفور شوية، يلزمكم تفوروه سينو راهو كي باش تحطوه في الفور طول باش يجيكم يابس. الصوص كما تشوفوا عملتها جارية، باش من بعد نحط فيها البتنجان ونحطه في الفور. حطيت الباذنجان متاعي بالطريقة هذه في الطبق، وباش نحاول نتبكى شوية هكا نتسلسل، ما نعرفش تنجح العملية ولا ما تنجحش، المهم انا باش نجربها. باش نغطي الجبن هذايا بشوية بابي ألمنيوم باش ما يتحرقليش في الفور. جست الجبن هكا هاو باش نغطيه بالبابي هكا، ما شاء الله تنجح العملية، خاطر إيش فيه دخلته للفور الجبن باش يتحرق الكل. دونك ماذا بيا نغطيه شوية هكا باش نحافظلو على اللون متاعو. توا باش نصب الصوص. زيد لك عبر تاعي الصوص والبطاطا، وهكا باش يكون الطبق نتاعي حاضر كيما تشوفوا فيه، وباش نحطو في الفور 180 درجة. بعد نوريكم النتيجة. وهذايا الباذنجان نتاعي بعد ما خرجته من الفور كيما تشوفوا الجبن ما تحرقش، بقى ابيض يشهي يعمل الكيف، معناها تمت العملية بنجاح، نجموا طبقوها. إن شاء الله تبارت اليوم تنال أعجابكم، وتوا ما بقى لي كان نقول لكم على بخشين.